إسعاف. مشاهدين الكرام، عدسة كاميرتنا متابعة لحدث مطعم فاشل هذا من الضحايا اللي قبل شوي كلا وجبة وانواع التمغاص في كرشته، آلام، جاء صداع في راسه وما أدري وين، مغص في برطمة. راح نجري مع اللقاء، وعدسة الكاميرا كانت متابعة لهذا الحدث. نتعرف على اسمك. بطنة يتوجع ويتوهه. وش السالفة؟ أكل المطعم. المطعم اللي كان فيه عدسة الكاميرا تتابع الحدث. طيب وش في بطنك؟ بطني ما أدري إيش فيه، في شيء فوق وتحت وما أدري وش. يعني يلعب فوق تحت. بطني. شايفين يا مشاهدي الكرام، هذا الرجل كان ضحية هذا المطعم. إسعاف. مطعم. إسعاف، أبغى إسعاف. أنت قاعد هنا أبيك تنقل معاناتك للمشاهدين. أنا عليك أطلب الإسعاف. مشاهدي الكرام، هذا مسكين. بطني. يا أخوي. بطني. إسعاف. تابعونا في هذا التقرير، نشوف صحة الوجبة في المطعم اللي ما أدري شلون مطعم. خلونا نجرب. تفضل. نجرب. مية مية. هذا كويس هذا يا محمد. كويس. مية مية. بس ما أدري شلون يا جماعة، مطعم وصخ والأكل نظيف، كيف هذا؟ إيش سوي كذا أنت محمد؟ ما في منديل، ما في منديل. طيب ما شاء الله أكل كويس. أكل كويس. مخرج. كويس أكل. عطونا فاصل يا مخرج. بطني. طيب وش تنصح المشاهدين الكرام؟ أنصح المشاهدين الكرام أني يأكلون من بيوتهم أفضل لهم، أبراكلهم عندهم وباهم. يعني اكل البيت احلى من المطعم. اي نعم، اكل البيت احسن، احلى والذ من المطعم. وش ذا؟ حب رز. ها تعال. ليش دجاج صغير؟ صغير مره. دجاج صغير ليش كذا؟ دجاج صغير ليش كذا؟ هذا عشان البرد. برد يجي دجاج خوف كثير. برد زياده دجاج يجي صغير مره. ها شوف ذبابة. شوف ذباب. شوف هذا حشرات. ها شوف شوف. ها هذا من وين يجي؟ ما هذا ما في حق يا شيخ. ما في حق هذا، ما في حق هذا. مخبز هذا، ما في حق. ما مخبز بس. لا يا خلاص يمشي. وصخ ثوب. الله يهديك. هذا حق مخبز، هذا ما في حق مطعم. ما في مطعم، ما في حشرات. وفي موجود مطعم، في موجود جبن، في موجود بس ما يجي على الطاولة. فوق بس. دور ما ينزل تحت. ردا على كثرة الشكاوي المقدمة بخصوص نقص وزن الدجاج المقدم في المطاعم، صرح بهذا الخصوص كبير مدراء المطاعم الأستاذ أحمد باتكس لمراسلنا طبوشة، وقال أن السبب يعود للدجاج نفسه، حيث أن الدجاج يصل من المزرعة إلى المطعم مشيا على الأقدام، مما تسبب في نقصان نصف وزنه. تعرض أحد الشباب إلى أسرع حالة تسمم شهدها التاريخ في إحدى المطاعم الوسخة، وهو مطعم كورولا، ويقول عن حالته: شعرت بأعراض التسمم بمجرد أن فتحت قائمة الطعام وقبل أن أطلب أي وجبة. تلقت إدارة الفزعات شكوى مقدمة من الدكتور حسن صبحلص ضد مطاعم البرتقاني، وقد ردت هيئة القطارات والمطارات بأن ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وأن الموضوع يتعلق بهيئة البترول والإسعافات الأولية. اكتشف العالم الدكتور برعم أن كثرة تناول الأطعمة في قصور الأفراح هي السبب الرئيسي والوحيد في نقص الوزن والهزال الشديد عند الفقراء.